لا شو؟ هذا مش مزحة. بحياتي ما مسكت مسدس من قبل، بصير أشوفه؟ لا هذا مش لعبة. بليز. طيب ركزي معي، شوف هاتي ها أوتو بتنزلي هاي تسحبي هيك واللي قدامك بح خلص بيموت. أحمد هيو. شو اللي بيصير قاعد؟ شو اللي بيصير؟ السلاح صار بيدي. انزل على انزل. ما بتصدق قد ايه بحب ورجي، عن جد كثير بيعطيني القوة إني أعمل اللي بدي إياه. إنه هيك ما بحس في أي شيء صعب علي. الاحتمالات ملهاش نهاية. أنت إيش برجك؟ سام؟ سام؟ الاحتمالات ملهاش نهاية. أنا لازم أفوت الحمام ضروري. سام غلط الباسورد غلط. جرب حط الثمانية في الأول. لا بليز ما تطخني أبوس إيدك. يا زلمة أنت مجنون، اللي جوا معاي رح يفرطوك. شو اللي بكلمة على الأرض ما فهمتوش؟ انزل. هسا رح يجوا صحابه ولازم نوقعهم واحد واحد. ياسر خد لي هالكرب وربط لي اياه منيح. تمام. شو هذا الصوت؟ هذا صوت سلاح امير. ول لحقت تلقطه؟ لا هي استحالك ابو زيد اللي انا حامله. اذا ما انا من صوت الطلقه بعرف شو نوع السلاح وكم طلقه ضايل في الباغه. مش مهم، مش مساني يشوف. شوف شو صاير. استنى تعال. وين اللي يشوف؟ هذا مش راح يعرف يتصرف، انا اللي رايح اشوف. فتحه ولك فتحه فتحه. ارمي سلاحه ارمي سلاحه. واذا ما رميته؟ بطخ. طيب طخيتني حمود، مين الخسران فينا؟ انت حتروح على السجن وانا حروح على المقبره وقت. لا هيك انا خسران. اسمع انا سلاحي شرفي.